بوز 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 كل فك صباح البس بيبيت وبدي الحوايزو وتر البنطات الوريده. صباح الخيل هنا ويدي تويدي تويدي تال الزين ماما فوي مجمعه. لا فيديو هذه مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد فلوج جديد ماشي فلوج ولكن احداث جديده في القناه. اليوم هذا بقال هذا عشيري ياك نتوما عارفين ديك عشيري شكون في الكورونا كيقولوا له الصباغ من كيبغي يصبغ اش كيدير الحيط كيدوز ليه ديك البيضه لندوي كيدوز ليه لندوي ولا كنعرف الصباغ احسن من شتو ولا سميتو الميكانيك هذا اللي كيصبر الطولي كيقول له سانتافير سانتافير ما عرفتش. المهم انا اش غديري؟ انت غندير لك حك 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 حك. المهم غتضربي المرطوب اليوم عادي قبل ما يمشي للحلاق حيت غدا الحد ان شاء الله خارجي قبل ما يمشي للحلاق الوغ قلنا نتهلاو فيه شويه شحال هادي الصراحه ما حيدش لي بونواغ شحال هادي ما صايبت لي شحال من حاجه غنوريكم العدو نبداو لا فيديو ديالنا بعدا نقلب لكم. عندي هنايا نبدا لكم هنايا عندي لي لانجيت عندي هنايا لي كوطون ديسك عندي هاد لا ماشين هادي اللي ديجا شفتوها من لي كادو اللي جاب ليا هو راه كيجيب هذاك الشيء مناش غيستافد انتما هي هادي فيها هاد وكرا مرسومه فيها المراه ماشي راجل وصافي عادي ممكنش راجل. هنايا عندي كريم مرطب ديال الحلزون اللي هو هذا ديال كولاجين عندي هنايا السيروم ديال الكولاجين حتى هو غنخدم به في الاخر عندي هنايا القماش ديال داكان وهذا اللي غادي نحيدو به بعدا الجلد الميت. شنو عندي اخر عندي هذه على حسب في الاخر غندير له ام ماسك وعندي هاد لا ماشين هذه ديال البخار اللي شاركتها معكم حتى هي من لي كادو اللي كان جاب لي عادل وعندي فوطا فوالا نبداو لا فيديو ديالنا خليك معايا وعندي عادل. المهم انا بدك باش نتقاد مع عادل اول مره كنجي طول من عادل. غادي نبداو باول حاجه اللي هي البخار اصلا وجهو غسلو بالصابون مزيان غسلته هو بالصابون ديال هيمالايا ودابا غادي نبداو بالبخار. غادي نبداو بالبخار دابا هو اول حاجه خليكم معايا نخدمو لا ماشين ديالنا لاول مره. هنا عندي لا ماشين غادي ندير فيها الماورد هو باش غادي نديرو حمام البخار بحال هكا bird on a tree I'm just sitting here I got time it's clear to see. هنايا لا ماشين ديالنا فيها جوج ديال الاختيارات يا اما كتكون محلوله كامله هكا باش كدوز كثر البخار يا اما كتكون مغلوقه هكا حنا غادي نخليوها هكا يا هاد النقيطات كاملين كيكونوا مفتوحين. دابا غادي نركبو لها الراس ديالها شتي هادي هنا وغنديرو لها عندها جوج ديال الاختيارات هذا ملي كنبغيو نخدمو غير الانف اولا المنطقه اللي دايره بالانف والذقن هذا للوجه الكامل حنا غنديرو هذا بحال هكا لا ماشين ديالها. دابا الحاجه اللي غنديرو غادي نوصلوها بالضو بطبيعه الحال سيليا من وضع الحيحه غادي نوصلوها بالضو
خليكم معنا باش تخدموا ماشي ديالنا ونخليو البخار. اول حاجه غادي نبداو بها قبل من البخار هي هاد القماش هذا ديال داكان، باش غنحيدو الجلد الميت من الوجه ديال استاذ عادل. عندي الميتين انا. نبداو دابا، خليكم معنا باش نشوفوا الطريقه ديالنا في ازاله الجلد الميت. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. دابا غنديروا الاستاذ عادل ان بيتي مساج بزيت اللوز الحلو. وهذا ماشي العديد المساج. Step back to see the truth around you. From a distance you can tell.
عوينتي عوينتي غمض غميض. انا درت ليه ما ورد باش يقدر يرتاح اكثر. دابا انا غادي نخلي هاد لازون كامله ديال الفيزاج فيها هاد الزيت هذا ديال اللوز الحلو باش يرتاح واحد شويه 5 دقائق ونعاود نتلاقاو باش نكملوا لا روتين ديالنا. من احبابي من بعد تقريبا 10 ديال الدقائق هذيك الزيت كيف ما كتشوفوا كتشربها البشره يعني ما كتبقاش على الوجه. ديجا هو عنده وجهه مزيد داكشي علاش درت ليه زيت اللوز الحلو اللي كتشربها البشره واخا تكون دهنيه. غادي نيطويو دابا الوجه مزيان تقدر تحل عينيك. غادي نيطوي الوجه مزيان وغادي نحيد منه هذيك الزيت كامله باش غادي نطبقوا الماسك ديالنا. المرحله الاخيره هي الماسك المرحله ما قبل الاخيره هي الماسك والمرحله الاخيره اللي هي السيروم او البرايمر اللي غنديروا للوجه. ومن ديك الساعه غندوزو نحسنوا السعه ديال الوجه باش يولي بقوس. خليكم معايا بقوس. غادي نبداو ونطبقوها على الوجه باش ما تبقى من لي بون واغ ولا من داك الريش تحيد بهاد الماسك. Like a bird on a tree I'm just sitting here I got time, it's clear to see From up here, the world seems small We can see هكا كنكون ساليت الماسك ديالي. غادي نخليه لواحد المدة انا لبستي غادي نخليه لواحد المدة ديال 10 دقائق حتى 15 دقيقة بيد ما يكون نشف ونعود نتلاقاو باش نحيدو الماسك وباش نشوفو المرحلة الجاية. ودابا فاتت تقريبا ربع ساعة 15 دقيقة على الماسك ديالنا. دابا هو نشوف كيف ما كتشوفوا غادي نبداو في تحيد المرحلة اللي ما تيحملهاش عادي. بسم الله. Like a bird on a tree I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful You and me برايمر او السيروم اللي غنديروا الوجه ديال الاستاذ عادل. شوفوا 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 هذا ديال الكولاجين. اش غدي لبابا؟ اش غدي لبابا؟ هاك 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 اجي عند بابا اجي بغا تجي عند بابا زيدي.
اجي 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 بوتشو في الكاميرا. ها الكاميرا هاي 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 صافي. يلا راه الكاميرا راه صافي. يلا شوفي شوفي الكاميرا. You and me we meant to be. صافي 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 بابا. حنا غنديرو ان بتي مساج خفيف بالسيروم ديالنا ديال الكولاجين وغنحاولوا اننا نخدموا لابو بهذه الطريقه هذه. صافي سيليا سيليا حاميه الغوات بغاتني ننسها. انا قربت نسالي بنتي غنحاول نخدم غير الطريفات ديال الصباع وغنحاول نكون خفيف يعني ما كنديرش واحد المجهود كبير غير هكا الطريفات ديال الصباع هاد المنطقه هذه ديال حول العينين بحال هكا البلاصه اللي كيبانوا ليا كيبداو فيها لي غيد بحال هكا وسط الحجبه الحيط راه ديما كنحس تيدير ليك ديما طالع لي الدم داكشي علاش كتكون عنده هاد ثلاثه السطور 111 مكتوبه هنايا. المهم نعاود ثاني بلاصه لي غيد البلايص اللي كيكونوا كيبداو فيهم لي غيد غير هكا بيديتنا تكون تدويزه خفيفه يكونوا صبيعاتنا خفيفين بحال هكا شوف هاد البلاصه حتى هي لي الله حتى هي هكا وهكا كنكونوا حصلنا على المرحله الاخيره ولا الشكل الاخير ولا الشكل النهائي. انا غنصور لكم لي سينيماتيك نشوفوا البشره ديالو كيف ولات. ما كان بالنسبه للفيديو ديال نما انتم وسوف عويدي سوف تنقولوا مو ماري مو ماري كيفاش مو ماري شكرا مو ماري انا مو ماري ابيلي 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 اي كان هو مو ماري دي انا سو ماري ماشي مو ماري دي انا انت شكون اللي قال لي شكون اللي غيكون في يمشي غدا ما ميغ توا ميغ توا هي ديالك دابا اه هي هذه كنشكرك بزاف 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 وهذه رسالة موجهة كاع الناس اللي كيشوفوا شي راجل هو ومرتو مفاهمين وتيقولوا اش كيقولوا بنتي راه ساحر عليه الا غتهلا فيا بحال هكا اه خليها تسحر اه سحري باش نسحرك بهادشي بالتهلق راه التهلق التهلق انا ساحر عليه انا كنعترف انني ساحر عليه اه راه التهلق هو كلشي التهلق هو كلشي شو اللي كان بري واو 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 وراه ما دايره ليه لا زيت لا والو كيف ما شفتو غير السيروم عرفتو البشره ديالو من النيت ديالها ولا بحال ديال سيليا ولا بحال ديال لي بيبي والله وليت هاي 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 كان بري يلا يلا هذا ما كان احبابي بالنسبه للفيديو ديال اليوم كنتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم ما تنساوش انكم تهلاو في رجالتكم وحتى الرجال يتهلاو في عيالاتهم هاي 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 نهاركم برك احبابي يلا ديرو ديرو باي 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 باي